بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي المقبلين على اختبار القدرات. نكمل معا لبرنامج دقيقة قدرات مع شرح الأهم أسئلة تجميعات المحوسب. مع هذا السؤال من أسئلة المقارنة بيقول هنا: إذا كانت النسبة بين عددين صحيحين موجبين 3 إلى 4 والفرق بينهما 8 قارن بين القيمة الأولى 30 والقيمة الثانية العدد الأكبر فيهما. طبعا هو معطيني الآن النسبة بين العددين، العدد الأول نسبته 3 والثاني نسبته 4. طبعا واضح الآن أن الفرق بين النسبتين 1، والواحد ده يساوي كام؟ يساوي 8. يعني إذا حبيت أجيب العدد الأول أخذ الثلاثة هذه وأضربها في 8 يعطينا 24، والعدد الثاني أضرب 4 في 8 هيعطينا 32. أصبح العدد الأكبر هو 32. أقدر أقارن الآن أن القيمة الثانية أكبر من القيمة الأولى وأختار باء. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم من التجميعات. بيقول هنا: إذا كان، ومعطيني هنا 5 3 مضروبين في بعض، وهنا 4 4 مضروبة في سين وبينهم علامة المساواة، وطالب مني أقارن بين قيمة السين وهنا 4. طبعا الطريقة غير الصحيحة إن أضرب 3 في 3 في 3 وهكذا، كده هيكون الناتج كبير. لكن هنا نلاحظ ان في عملية المساواة. طب هنا 4 وهنا 4 4 4 وهنا المقدار س. هل ممكن س هذه تكون ب4؟ اكيد لا، لازم س تكون اقل من 4. ليش؟ لان لو كانت س 4 واكبر هيكون هنا الطرف اليسار اكبر من الطرف اليمين ولا تتحقق عملية المساواة. يبقى هنا لابد تكون س اقل من 4، يعني قيمة السين أقل من 4 وهنا 4. واضح الآن أن القيمة الثانية أكبر وأختار باء. مع سؤال سهل على القيمة المطلقة، بيقول هنا: إذا كانت سين عددا سالبا قارن بين القيمة الأولى هي القيمة المطلقة لسين والقيمة الثانية 0. طبعا انتوا عارفين ان هذه العلامة هي علامة القيمة المطلقة، ولو سين هنا عدد سالب اختار اي عدد سالب وليكن مثلا -2. القيمة المطلقة لأي عدد موجب أو سالب بتطلع موجب، يعني القيمة الأولى هنا الناتج بتاع هنا عدد موجب وهنا 0، والعدد الموجب أكبر من السالب وبكده أختار ألف. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال وبعد كده نلتقي مع الإجابات. بنقارن بين القيمة الأولى 1.25% تربيع والقيمة الثانية 2. طبعا المفروض أضرب هذا العدد في نفسه عشان أجيب القيمة تربيع، لكن ممكن أستخدم هنا استراتيجية التقريب. أقرب هذا العدد يطلع 1.3. طيب كيف أضرب 1.3 في نفسها؟ معروف طبعا 13 في 13 من الأرقام المميزة تطلع 169، وأحط الفاصلة بعد منزلين 1 2 وأضع الفاصلة. يبقى الجواب هنا حتى بعد التقريب والزيادة بيطلع 1 وشوية، لكن القيمة الثانية 2، واضح ان القيمة الثانية اكبر واختار باء. مع هذا السؤال السهل على الاسس، بيقول: اذا كان 6 أس س قسم 3 يساوي 36 قارن بين السين وستة. طبعا انتوا عارفين ان 36 هذه هي عبارة عن 6 أس 2، يبقى لازم المقدار ده يكون هنا أس 2. كيف يكون هذا أس 2؟ إن أضع مكان السين 6، لأن 6 قسم 3 هيعطينا 2، فكده قيمة السين هتكون بتساوي 6. هذه 6 وهذه 6، القيمتان متساويتان واختار جيم. نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع تكملة لبرنامج دقيقة قدرات. شكرا والسلام عليكم. Thank you.